وللتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض اللبيد الصميدعي. اهلا ومرحبا بك استاذ لبيد. بدايه النائب علي البداري قال ان الكتل والشخصيات الخاسره تضغط على القوائم الفائزه من خلال اثاره الفوضى. كيف ترى كثره الحديث عن اثاره الفوضى بعد الانتخابات الاخيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفوضى بالحقيقة الفوضى هي العنوان الرئيسي للحالة القائمة في العراق، وهي في حالة تنامي منذ الاحتلال حتى يومنا هذا. وهذه الفوضى اتخذت أشكالا عديدة، منها التصعيد الطائفي كما نتذكر، وقاد إلى حرب أهلية، ثم أصبح الشارع تتسيد عليه الميليشيات وبدأت تتنامى هذه الميليشيات، وأصبحت الكتل السياسية والقوة السياسية بالحقيقة متسلحة بميليشياتها. كل حزب له ميليشياته الخاصة به، وفي النهاية أصبحت العملية التي يسمونها عملية ديمقراطية والانتخابات خاضعة لابتزازات وخاضعة لعمليات مختلف، عمليات التزوير وسلب إرادة الناخب. وكانت أسوأ ما وصلت إليه العملية السياسية هو الانتخابات الأخيرة، لأننا كما نعلم الانتخابات الأخيرة قاطعها نحو 1% من الذين يحق لهم التصويت، والعدد القليل النسبة القليلة الذين أدلوا بأصواتهم أدلوا بها نتيجة كما ذكرنا الابتزاز والضغط. هل ترون أن سلاح الميليشيا يمكن أن يكون حاضرا بقوة في الفترة المقبلة في ظل الخلاف الدائر على نتائج الانتخابات الأخيرة؟ بالتأكيد هو حاضر، والعملية كلها في النهاية ستؤول إلى القوى السياسية المتسلحة بالميليشيات، وأقصد الميليشيات التي المدعومة من قبل إيران، لأن إيران تريد كما ذكرنا في أكثر من مناسبة تريد من العراق القادم أن يكون ساحتها في من أجل تمرير مشروعها وتنفيذ مشروعها في المنطقة، وتريد من العراق أن يكون وسيلة من وسائل الضغط على أمريكا من أجل أن تحسن وضعها فيما يتعلق بالصراع الخاص في مسألة الملف النووي. الصراع الدائر الآن في أروقة البرلمان وفي أروقة المحكمة الاتحادية ومفوضة الانتخابات الجديدة هو بالحقيقة مرجل يغلي وسيقود ستترجم نتائجه قريبا إلى أعمال عنف في الشارع العراقي لا نعرف كيف ستنتهي. هنالك تهديد اليوم بتمديد عمر مجلس النواب لفترة أخرى، برأيكم إلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى تأجيج الصراع الحاصل؟ هذه الدعوة بالحقيقة إلى تمديد عمر المجلس التشريعي تصطدم مع المادة 56 من الدستور، لأن الدستور في هذه المادة ينص على أن عمر البرلمان هو 4 سنوات تقييمية، يعني بدأ أول جلسة كانت في حزيران عام 2014 وآخر جلسة له في حزيران عام 2018، وآخر جلسة كانت اليوم، غدا آخر يوم من عمر البرلمان، وبما أنه غدا هو عطلة رسمية فالقانون لا يسمح بعقد جلسة البرلمان في يوم العطلة، لذلك تعتبر تحية مجلس التشريعي منتهية اليوم. وكل النداءات التي تحاول أن تحول دون ذلك وتمدد عمر النظام ستصطدم مع المعارضة شديدة من قبل المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية على ما يبدو لا تريد للصلاحيات البرلمان أن تتمدد. صحيفة الأخبار اللبنانية تقول إن صفقة تعد الآن يمكن من خلالها إعادة سليم الجبوري مقابل إنهاء أزمة نتائج الانتخابات، هل تعتقدون أن صفقة مثل هذا يمكن أن تحدث؟ أنا لا أعتقد، لأن سليم الجبوري وكذلك جميع النواب الذين يدعون تمثيل السنة العرب لا قيمة لهم لا وزن لهم، هؤلاء مجرد خيال مآتة ومجرد أرقام يراد منهم، كل الفائدة المرجوة منهم من قبل مخرجي العملية السياسية هي أن يسبغوا صبغة الشمولية على العملية السياسية على أساس أنها تشمل كل مكونات المجتمع العراقي، لا قيمة لا للجبور ولا لغيره من النواب العرب السنة، لذلك أنا أستبعد صحة هذا الخبر.
وكان معنا من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.